بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشوف فيديو عن تركيب الـ RRU مع الـ BBU والكابلات اللي بتركب مع الـ RRU، تمام؟ وإن شاء الله تعالى هنشوف كده خطوة خطوة، والكابلات عبارة عن إيه، ومسميات الكروت والاختصارات والحاجات دي كلها. في البداية دي الكابينة الباور بتاعتي اللي هي بيبقى في الكابينة أوت دور، أوكي. ودي ال RRU بتاعي. احنا ناخد مثال ان هيبقى فيه على كل سيكتور انتنا، سيكتور هيبقى فيه RRU. المثال اللي احنا هناخده النهاردة هيبقى عبارة عن على كل انتنا سيكتور هيبقى فيه 2 RRU كاسكيدد، بحيث ان احنا نشوف لو هيتوصل 2 RRU على نفس الانتنا سيكتور هيتوصلوا ازاي، ولو واحد بس لوحده هيتوصل برضو ازاي. مبدئيا ال RRU ده اختصار ل Remote Radio Unit، دي عبارة عن يونت، تمام، في الغالب بتستخدم لل 3G، لكن هي طبعا ممكن تستخدم لل 2G. لو انا هوصلها في ال RRU على كارت اسمه ال GTMU اللي هو ال GSM Transmission Timing and Management Unit، يبقى انا هستخدم ال RRU ده ك 2G، يعني GSM او DCS البند بتاعه. طيب انا ليه هستخدمه 2G وانا ممكن استخدم ال RF fuel العادي؟ عشان اوفر قصة الفيدرز، لان زي ما احنا هنشوف دلوقتي ال RRU هو مش بيحتاج فيدر، هو هيتوصل مع ال BBU وفي نفس الوقت هيتوصل بجامبرز على طول على الانتنة، لان هو بيبقى على البرج فوق عند الانتنة سيكتور. فبالتالي يبقى انا كده وفرت قصة الجامبرز اللي بتنزل على الابراج، وفرت المشاكل بتاعتها والفيز دبليو ار والكلام ده كله. لو انا وصلت ال ار ار يو دوا في كارت اسمه دبليو بي 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 اي، ماشي، ده بيبقى موجود في البي في اللي هي البي بي يو. البي بي بي اي اختصار دبليو سي دي ام اي بيس باند بروسيس يونت تايب اي، دبليو سي دي ام اي بيس باند بروسيس يونت تايب اي. ال WCDMA طبعا اللي هي ال Wide Code Division Multiple Access، هو الاختصار بتاع ال ده اللي هو النظام بتاع ال 3G، تمام، ال Coding Division. فلو هوصله على الكارت ده يبقى اذا انا هستخدم ال RRU بتاعي كمديول لل 3G. فانا دلوقتي هنتخيل ان الشكل اللي قدامنا ده انا كده فوق برج ال RRU دوا هنوصله على انتنا سيكتور، وال RRU دوا على انتنا سيكتور، ودوا على انتنا سيكتور. فهنبدأ ان كده زي ما احنا شايفين لو من جوه ده بيبقى عبارة عن دول 2 RRU على نفس الانتنا سيكتور. طبعا ده لو انا عايز ازود الترافيك او في ترافيك عالي. فاول حاجة بعملها ان انا ببدأ اوصل كابل الارضي بتاعي، فانا بوصل الاتنين RRU مع بعض بكابل ارضي واحد، وبعد كده باخد كابل ارضي كبير هو ده اللي انا باخده على المين جراوندنج سيستم بتاعي، على الجراوندنج بار او المين جراوندنج سيستم. خلاص عملت الارضي، هبدأ بعد كده اوصل الباور كيبل بتاع ال RRU زي ما احنا متفقين ان ده RRU وده كاسكيدد RRU معاه. فهبدأ في RRU، هو ده اللي هوصل عليه كابل الباور السالب 48 فولت بتوعي زي ما احنا شايفين. هنبدأ نوصل الاتنين كاسكيدد مع بعض، ماشي، بحيث ان انا انزل بكابل باور واحد. يعني انا خلاص وصلت الاتنين كده مع بعض، هنزل بعد كده بكابل باور واحد لحد الباور السورس بتاعي. طبعا نفس الكلام في ال RRU، الاتنين RRU اللي رايحين لانتنا سيكتور تاني، اوكي. بعد كده خدت بقى ده الكابل اللي انا الرئيسي، خدت كابل من هنا وهاخد كابل من هنا، هاخد الكابلين دول وهنزل بيهم على المصدر الباور بتاعي اللي هي الدي سي دي يو بتاعتي، اللي هي الدي سي ديستريبيوشن يونت. في حالة الدي سي دي يو في اللي هي الاندور بتبقى طبعا معروفة، وكان في فيديو شرحناها فيه. دي الكابينة الاوت دور بيبقى فيها، هي كابينة على بعض ريكتفاير مع الباتري بكل حاجة، بيبقى فيها اللي احنا شايفينه ده مخارج معينة لللودز، تمام. فانا باخد مخرج
ان انا اوصل عليه البي بي يو بتاعي، الار ار يو بتاعي، ماشي. فانا وصلت ادي الار ار يو الاثنين الكاسكيدد الاولانيين، وادي الار ار يو الاثنين الكاسكيدد التانيين، يبقى انا اديت كده الباور بتاعي. هبدأ بقى بعد كده اللي احنا هنوصله، ده اللي هو الكابلات الفايبر. كابلات الفايبر دي طبعا هي اهم حاجة. كابل الفايبر ده هو اللي احنا هنبدأ نوصله بين ال RRU وال PBU زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان ال PBU اللي هي البيس باند يونت، اللي هي فيها مجموعة من الكروت اللي بتتحكم في كل حاجة في الكابن. فزي ما احنا شايفين نزلنا بالكابلين فايبر، كابل فايبر جاي من الاثنين ار يو، الار ار يو بتاع الانتنا سيكتور الاولاني، والاثنين ار ار يو بتاع الانتنا سيكتور الثاني، وهبدا ادخلهم على البي بي يو. لو انا دخلتهم على البي بي يو على الجي تي ام يو كارد زي ما احنا قلنا، يبقى انا كده هستخدم الار ار يو دول كبندات 2 جي. لو انا دخلتهم على الكارت اللي اسمه دبليو بي بي اي، تمام، يبقى انا هبدأ استخدم ال RRU دي كمديولات 3G. تمام، طبعا ليهم كونكشن معين، هما شكل الكابل بتاعهم يعني بطريقة معينة، بس لان لازم اوصلهم بالبي بي يو عشان هو اللي هيتحكم في كل حاجة. فزي ما احنا شايفين انا وصلت RRU ماشي بكابل، هوصل التاني عليه بطريقة كاسكيدد مش اكتر، ان انا اوصل ما بينهم زي ما احنا شايفين كده كابل كاسكيد، بحيث ان انا اربط الاتنين ار ار يو. اوكي، لو انا طبعا مش واخد كاسكيدد يبقى هو خلاص الكابل ده فقط اللي هيوصل، ولو انا برضو في الباور يبقى هو كان باور واحد. الار اكس ان اوت، لو انا هوصل كاسكيدد لازم بوصل الاثنين ار ار يو بعضيهم عن طريق الكابل ده، لو انا مش هوصل كاسكيدد خلاص مش هوصله. بالنسبة بقى للار اف كيبلز، الار اف كيبلز كل ار ار يو في تي اكس ار اكس اي و تي اكس ار اكس بي، يعني في اللي هما بيدخلوا بعد كده على الانتنة، ماشي، على انتنة اي وانتنة بي. في حالة ان انا موصل ار ار يو واحد فقط لا غير، يبقى انا خلاص هي الانتنة فردة على الفردة دي، يعني هاخد فردة من الانتنة اوصلها على الفردة دي، فردة من الانتنة اوصلها على الفردة التانية، وخلاص يبقى انا كده انتنة سيكتور مع ار ار يو واحد بس. لو انا بقى زي الوضع اللي احنا شايفينه ده اللي هو كاسكيدد ار ار يو، اللي هو فيه اتنين ار ار يو على نفس الانتنة سيكتور، يبقى ساعتها لا، يبقى انا هاخد فردة، يعني هاخد انتنة سيكتور، هاخد فردة من الانتنة على البوزيشن ده البوزيشن ايه، وهاخد فردة من الانتنة على البوزيشن ده، تمام. وبالنسبة للانتنة بي هسيبهم فاضيين، مش هوصل فيهم حاجة زي ما احنا هنشوف كده طبعا، لان انا الوضع اللي احنا فيه هنا كاسكيدد، فهو هياخد ال RF كيبل، تمام، هيبدأ يوصله في ال RRU الأولاني، تمام. بعد كده طبعا بيعزله كويس بسكوتش، عشان زي ما احنا عارفين العوامل الجوية والمطر والكلام ده كله، عشان ال VSWR. وبعد كده خد الفردة التانية بتاع الأنتنة على ال RRU التاني، بحيث كده يبقى خلاص الأنتنة وصلت، تمام. يبقى احنا هناخد الكابلين ال RF جامبرز دول على الأنتنة. هنيجي بقى نوصل كابلات الريت. كابلات الريت زي ما احنا عارفين ان كابل الريت ده اللي بيتحكم في الالكتريكال انجل بتاع الأنتنة، اللي هو الباور بتاع الأنتنة. فانا باخد كابلات الريت دي بوصلها مع الأنتنة سيكتور، عشان لو انا عايز اغير الالكتريكال انجل بدون اي تدخل من ناحيتي، تمام، بغيرها. وده طبعا بتبقى حاجة خاصة بالبلاننج، هما اللي بيقدروا يشوفوا امتى يغير الباور، امتى يقلل، امتى يزود، دي بتبقى حاجة تبع البلاننج. نفس الوضع طبعا هنعمله في الاتنين ار ار يو اللي موصلين على انتنة سيكتور تاني، برضو وصلنا كابل الار اكس مع بعضيهم، حطينا الار اف جامبرز وعزلناهم، وبعد كده هناخد كابلين الريت وندخلهم على الانتنة الخاصة بالانتنة سيكتور دوت. خلاص كده خلصنا الشغل بتاعنا، بنبدأ نقفل الكفرات، وبعد كده بنغطي الاتنين RRU مرة تانية، بحيث ان هما بيبقوا فوق البرج فمتعرضين لعوامل كتير، فبنحط الاتنين كفر دول. وكده يبقى خلاص وصلنا الكابلات، عرفنا لو الاتنين كاسكيدت هنوصل الكابلات ازاي،
لو واحد لوحدي هنوصل الكابلات ازاي. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، واتمنى اكون اضفت لكم معلومة جديدة. ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات تانية، هنحاول بإذن الله تعالى تبقى فيديوهات من جوه المواقع في الفترة اللي جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.